نروح سريعا لاخبارنا، والبدايه من اخبار النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قعد مع بادجي الصفقه الجديده للنادي الاهلي واتكلم معاه قبل ما ينزل التمرين، وطبعا قال له نصا كده: هنا في النادي الاهلي عندنا ثوابت مش بتتغير، لازم تعرفها وتاخد بالك منها. في نظام، في احتراف، في مدير فني، وفي مدير كوره، وفي وجهه نظر، ومين يلعب وامتى يلعب، وانت فرد في منظومه محترمه ولازم تنفذ اللي بيتقالك وتتمرن بكل قوة. يعني الكلام اللي ايه بيديله الخريطة، خريطة النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي فعلا عنده خريطة عشان أي لاعب يدخل في المنظومة ويشتغل معاه. تمام. فايلر طلب من الجهاز المعاون تجهيز بادجي لماتش النجم الساحلي، وانا قلت لكم قبل كده ان هو في احتمالات كبيره ان هو يلحق بمباراه النجم الساحلي، وهم جايبينه عشان كده. يعني هو الراجل ده جاي عشان كده، عشان افريقيا، وعشان يبقى اضافه للنادي الاهلي. وشفنا النادي الاهلي محتاج تدعيمات خاصه في قلب الدفاع او في خط الهجوم عشان ياخد بطوله كبيره زي بطوله افريقيا. كمان البطاقه لو وصلت قبل يوم الاربعاء اللي جاي ممكن ياخد شوط مثلا او 10 دقائق ربع ساعه من ماتش انبي، خصوصا انه جاهز فنيا وبدنيا زي ما قال لنا امير توفيق امبارح في مكالمته الهاتفيه معانا.